Встаніч! ماي جاد! والسلام عليكم ورحمة الله يا ورحمة الله طيبين في الاسكس نرجع لك بلعبة روبلوكس مابلوكس فروت انا اخوي عمر. طبعا شوف فكرة المقطع اننا يعني مقطع منوع تقدر تقول اليوم باذن الله راح اخلي راسي يعني في فور باذن الله مو في فور يعني اطور راسي واخليه قوي يعني ماكس تقريبا مو ماكس يعني اطوره ترى انا كذا ثلاثة واحد كذا اطوره يعني ونصير كذا شوية باونتي كمان انا اخوي عمر. طبعا قبل ما نبدا المقطع قبل لا تنسوا تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات بس عشان تستمتع. بسم الله شباب هذا اخوي عمر تحية تحية سنافر تحية تحية اوه يا شباب دعا خلينا نروح العالم الثالث بس كيف اكتب له تعال خلينا شباب المقطع والله شوف انا في بالي فكرة احاول اجيب السايبورغ اذا جبته والله يا شيخ انا اهني اندرا. طيب شباب هذا اخوي عمر جنبي ما شاء الله حسابه قوي ما شاء الله فلوسه كثير مرة ما شاء الله اللهم اللهم زد وبارك اللهم زد وبارك تحالف ابوي تحالف تحالف اقول غيره 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 بس غيره والله في سفينه اسرع منها والله في سفينه اسرع منها لا لا في سفينه اسرع منها شوف دخلني دخلني ولا انا ادخلك انا الطاقم وانا اللي اسوق يلا انت سوق انت سوق ما في حل لا ما في حل لا 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 ما اعرف ما اعرف يا ابوي سوق انت راعي المقطع المفروض يا ابوي خليك ماشي سيدة 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 بس كده بس كده ألي ما أقول لك توقف إيش حاب تعطيني هدية اليوم؟ اليوم بعطيك موتشي طبعا هذي الفيكي فوكي كلها شيء هذه كلها حق الشارع ما تقوم يا وأخذ السود حق كذاب اقسم بالله حق بس انا قلتها من حساب الثاني ما قلت والله اصبر 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 فعلا قد تصير عادي عادي فعلا الحين فعلا وانت مش هذا شكله ما عليك انا مين ابى اسمع اسمع انا بهلك ادعي انا طلع لي مفتاح والله لو طلع لي من اول مره ليه شنو الطيران كم يدمج خذ من اول مره الطيران كم يدمج بس ايوه خليك على الطيران انت والله شكلي باكلها تصعني والله نصيحه بس ما اعرف انت هذيك لعبك بتموت لا ما ادري اخلص صلاه ساعه هذا اخر شيء مات طلع لك شيء طلعني لا معلش بس 136 مليون خليك فاتح الفنتوري كذاب كم طلع لك فلوس هيا خليك واقف شيل هاك التسلم شيل هاك التسلم هاك تربو لو اني جايب سفينه ثانيه والله شباب شكلنا بنحاول المقطع نحاول نجيب مفتاح تيتش والله اتوقع نجيبه ونقدر في ساعه واحده ايزي مفتاح تيتش يا اخي انا من الفيلا المشكله ما انا عارف من الفيلا ولا لا 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 انا قديم ضام لانه الله قبل شوي فتحت فاكهه طلعت لي باي الله شباب المقطع الجاي ابى اجيب هاك ترمبو في يوتيوب نشوف ما معي ديوان خليك يا اخي في السفينه كم كذا ما بيضبط لازم تجلس بدون في فور بدون في فور بدون في فور اكلمك لا بدون في فور بدون في فور يا بدون في فور بس اقول لك من المعلوميه اقول تعال يا بويا ليش تحول في فور دمرتك اذا تبغى في فور ليش تحول في فور ليش تحول في فور هاي والله سوري ست انا قلت لك بدون فيفا رفعتك تتفاد مع خويك بدون فيفا الله شوف انا بروح جمع اللي هو الصناديق عشان لعل وعسى طلع المفتاح تيتش يعني انا بقعد زي كذا شوف هو 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 لازم اقعد 4 ساعات في السيرفر عشان يطلع لي مفتاح تيتش ونسبته كمان ضعيف انه يطلع لي فيعني انت وحظ كذا انت محظوظ يعني مره بيطلع لك حرفيا اقل من 10 شيستا يطلع لك اما انا مسكين مره طلع لي في 2020 شو انا حوصل الين و 900000 3 مليون 900000 ما طلع لي شيء عاد والله العظيم سوى اي شيء ثاني اما بس يستوحي ياخذوا من السؤال مره صعب يطلع لك يا اخي يا اخي صعب مفتاديج 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 ماي جاد جوي وجوائي هو جو
اخيرا يا شيخ وفتحتيك. بس المشكله ما اقدر اجيب الحين، لازم يكون معايا 2500. كم معايا؟ 2400 ناقص قليل مره. وفتحتيك جو يا شيخ سايبر الحين اجيك على كيف كيفك يا شيخ. والله شباب لي فوق 9 اشهر اني بجيبه، اخر مره جاني اقسم بالله مت. والله يا شيخ ما بقول كلمة يتبنت حسابي في روبلوكس، روبلوكس ورا تاني اي ادمن ديت نبه عشان مقفل البي في بي عشان ما حد يجي يقتل بتعتيك. اوكي يور اوكي لازم اجيب رايد لاو المقطع الجاي، راح اجيب الرايد لاو بس والله ما اعرف هل اجيب الحين. والله ما اعرف اجيبه دحين ولا لا. تدرو يلا بحاول واحده عشان مقطع بس يزين. اذا طلعنا انا والله لا اسوي سحب على سوق. السحب يكون في الانستغرام او التيك توك اي واحد. والله شوفوا شباب كم باقي معايا فرق مت قليل مره. وهذا الصندوق اللي وصلنا 900,000 و900,000 يا ابويا. طب سو في الكومبو المعتاد ولكن يعني دعونا ناتي الى هنا ونعطيه بسيوف بسيوف اوديني. يا اخي هذه حركه، هذه حركه الحركه حق تكر. يا لاو يا لاو يا اخي لا تسوق الجناوه. والله شباب معلش انت ساكت شويه يعني ما في متعه، بس انا لازم اركز ترى لما اركز والله لازم اكون ساكت. يا اخي لا يقتلني ذا لو قتلني. راح علي لو وما علي طبعا يا شباب راح انهي المقطع ذحين، واذا عجبكم المقطع لسه تحطوا لايك وشير في قناتي وجهي السلبيات. المقطع جرح كل معي ناس سايبر وان شاء الله يكون في 4. وقبل ما نبدا المقطع حطوا لك شرف في قناة فرجر صبيته. بس سلام عليك.